روجر مستعد ليحمي الفضاء، جاهز بقوة مع كل الأصدقاء، حين تقع المشاكل تجدهم حاضرون بذكاء وكل قوة، الكل يخلصون. أيو روجر حارس الفضاء. دراج، هناك صديق يحتاج إلى المساعدة على كوكب الأرض، ومساعدة الأصدقاء هي مهمتي. ألي عارف. سيدي، حان وقت تجهيز الحارس. وقت تجهيز الحارس ليساعد الأصدقاء. روجر حارس الفضاء جاهز للانطلاق. الحارس جاهز. صباح الخير حارس الفضاء روجر. صباح الخير صداقة. صباح الخير دراج وآلي عارف. صباح الخير صداقة. جاهزون لمساعدة صديق في حاجتنا. يا آليون أجاهزون؟ تجهيز الآليين ليساعدوا الأصدقاء. آلي لكل مهمة لحل المشكلة. آلي سواء المرتب، مصلح، منظف، بناء وكبير. من آلي هذه المهمة سيدي؟ أنا. اهدأوا رجاءً، علي أن أرى إلى من نحتاج. لكن كونوا جاهزين حين أناديكم. أجل. سنعود حين تتحسن كل الأوضاع. تحياتي أيها الكائن، ما هي المشكلة يا ترى؟ ما الذي يقوله؟ حقاً؟ إنها أم فقدت ابنها القنفذ. هذه حالة طوارئ. حالة طوارئ، وقت العمل قد حان. بحكمة وشجاعة نساعد أياً كان في كل مكان. صداقة، تحديث للمهمة، سنعثر على القنفذ وستتحسن كل الأوضاع. علم روجر، سوف تبحث عن القنفذ الصغير. مستعد كالشهاب. أتساءل أين هو؟ هل سمعت صوت قنفذ خلف السياج؟ لابد أنه نزل في الحفرة، فلنذهب ونجلبه. لابد أن القنفذ في مكان ما هنا. سيدي، يوجد كائن غريب هناك، وأعتقد أنه جمد هذه الكائنات المسكينة. قد يحدث هذا لنا. هذا المكان غير آمن. أقترح أن نرسل دراج في هذه المهمة. الحراس ينجزون حين مع بعض يبقون، كما أنه لن يستطيع هزم حارس الفضاء. القنفذ تحت هذه المادة الغريبة. هذا سماد، ووفقاً لمعلوماتي فمن المستحيل أن نعثر على القنفذ تحته. ما من مستحيل على حراس الفضاء، خصوصاً حين يكون لدينا آليين. بالتأكيد هناك آلي لهذه المهمة. هناك آلي لكل مهمة، أي واحد سنختار لإتمام العملية. آلي منظف، تفعيل. كماما، أهلا بك آلي منظف. نريد إعادة تدوير هذا السماد لكي نجد القنفذ الصغير. قماما 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 قماما. ها
هذه نعمة كالوسادة. أيقظوني حين تنتهي المهمة. وليراقب أحدكم ذلك الغريب. عثرت على القنفذ. تمت المهمة. يا للهول، إنه يأكل هذه النباتات. أعتقد أنه لهذا السبب جاء إلى هنا. بدأت أفهم ما يحصل. هذا الكائن يحرس النباتات ويجمد أي كائن يجرؤ على سرقتها. بقي نبتة واحدة فقط. هيا بنا، استعدوا للإمساك به. أنا سأمسك به. قماما. يا لهذه المصيبة الغريبة. ما الذي يجري؟ من الواضح أنها إحدى دفاعات الكائن الغريب، وكأنه آلي مائي بشع يحرس هذه النباتات. أوه، كم هو ذكي. هذا رذاذ مياه. هيا بنا. سيدي، نحن آليون. المياه تجعلنا عرضة للصدأ، وأنت يجب ألا تبلل بزتك الفضائية. الحراس يخططون، فكرة يبتكرون. بالتأكيد هناك طريقة لأتجاوز آلي المياه. لا أظن. ستحتاج بزتك الفضائية إلى بزة أخرى. لا أملك بزة احتياطية، ولكن لدي آليين. بالتأكيد هناك آلي لهذه المهمة. هناك آلي لكل مهمة، أي واحد سنختار لإتمام العملية. آلي بناء تفعيل. آلي بناء جاهز. آلي بناء، نريد أن نصل للقنفذ دون أن نتبلل. أجل، فهمت. كل ما نحتاجه هو بدلة بسيطة واقية تؤمن الراحة والوقاية للجميع. عملية البناء الأهم للوقاية. سأسميها الآلة الرائعة المستحدثة القافزة المضادة للمياه. رائعة آلي بناء، وكيف تعمل؟ وهذا أجمل جزء يا قائد الشجاعة. نتحكم بها جميعنا. حسناً يا فريق، فلنمسك بالقنفذ. يا للهول آلي بناء، ولكن لما صنعتها تتنطط؟ ما من سبب سيدي، لكنني أحب التنطط. أنا لا. القنفذ، ها هي فرصتنا. لقد حان الوقت لإجراء قفزة كبيرة. عند إشارتي، 3، 2، 1. أمسكت بك. وتوقفت المياه كما خططنا بالضبط. ما عدا هذا الجزء. لقد هجمنا الغريب مجددا. اهربوا من السفينة، انجوا بحياتكم. ليس فعلا، فلنعد إلى السفينة. يا للمصيبة الكبيرة، سوف تتحطم الآلة. قماما، يجب تخفيف السرعة بطريقة ما. سيدي، وفقاً لمعلوماتي وحساباتي فهذا أمر مستحيل، إلا إذا كان لديك صواريخ من نوع ما. الحراس لا يستسلمون، بل يواصلون. تفعيل صواريخ الحارس بعد 3، 2، 1. أوه، صحيح، لديه هذا. صواريخ الحارس روجر رائعة. يا للعجب، وزنها ثقيل. أنا لا أستطيع إبطاءها. ما كان علي ترك تلك الوسادة الناعمة الطرية. وسادة طرية، هذه هي. إلى أين ذهب؟ لما لا ينقذنا؟ سنهلك جميعا، سنهلك. دراج، ساعدني لصنع أكبر وسادة في الكوكب. أحسن. أجل.
فريق الحارس بأمان، والقنفذ في أفضل حال الآن. عمل رائع حارس الفضاء روجر، لقد تمت المهمة. تحسنت كل الأوضاع. صداقة، نحن قادمون. روجر دائما في الخدمة.